Can you present yourself in Arabic؟ ما اسمك؟ من أين أنت؟ أين تسكن؟ كم عمرك؟ ماذا تعمل؟ ما هي هوايتك؟ مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي أحمد. اسمي أحمد. من أي بلد أنت؟ من أي بلد أنت؟ أنا من المغرب. أنا من المغرب. وأين تسكن؟ وأين تسكن؟ أسكن في مدينة باريس بفرنسا. أسكن في مدينة باريس بفرنسا. ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ أنا طبيب. أنا طبيب. هل أنت متزوج؟ هل أنت متزوج؟ نعم أنا متزوج. نعم أنا متزوج. هل لديك أطفال؟ هل لديك أطفال؟ نعم لدي طفلان. نعم لدي طفلان. بنت وولد. بنت وولد. كم عمرك؟ كم عمرك؟ لدي 35 سنة. لدي 35 سنة. هل تتحدث اللغة العربية؟ هل تتحدث اللغة العربية؟ نعم أنا أتحدث اللغة العربية. أتحدث أيضاً الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. ما هي هوايتك؟ ما هي هوايتك؟ هواية السباحة. هواية السباحة. وأحب القراءة أيضاً. وأحب القراءة أيضاً. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ هذا الرجل اسمه أحمد. هذا الرجل اسمه أحمد. هو طبيب. هو طبيب. لديه 35 سنة. لديه 35 سنة. لديه طفلان. لديه طفلان. بنت وولد. بنت وولد. أحمد يتحدث أربع لغات. أحمد يتحدث أربع لغات. اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية والإسبانية. اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية والإسبانية. هواية أحمد السباحة. هواية أحمد السباحة. وهو يحب القراءة أيضا. وهو يحب القراءة أيضا. And you, can you present? وأنت ما اسمك؟ من أين أنت؟ كم عمرك؟ أين تسكنين؟ ماذا تعملين؟ ما هي هوايتك؟ وأنت ما اسمك؟ وأنت ما اسمك؟ اسمي سارة. اسمي سارة. من أين أنت يا سارة؟ من أين أنت يا سارة؟ أنا من إسبانيا. أنا إسبانية. أنا من إسبانيا. أنا إسبانية. في أي مدينة تسكنين؟ في أي مدينة تسكنين؟ أسكن بمدينة مدريد. أسكن بمدينة مدريد. هل تتحدثين اللغة العربية؟ هل تتحدثين اللغة العربية؟ نعم أنا أتحدث اللغة العربية قليلا. نعم أنا أتحدث اللغة العربية قليلا. وأتحدث لغتين،
الإسبانية لغتي الأم والإنجليزية. ماذا تعملين؟ ماذا تعملين؟ أنا صحفية. أنا صحفية. كم عمرك؟ كم عمرك؟ لدي 30 سنة. لدي 30 سنة. هل أنت عازبة؟ هل أنت عازبة؟ لا أنا متزوجة. لا أنا متزوجة. هل لديك أطفال؟ هل لديك أطفال؟ لا ليس لدي أطفال. لا ليس لدي أطفال. ما هي هوايتك؟ ما هي هوايتك؟ هوايتي العزف على الغيتار. هوايتي العزف على الغيتار. وأحب سماع الموسيقى. وأحب سماع الموسيقى. من هذه المرأة؟ من هذه المرأة؟ هذه سارة. هذه سارة. هي من إسبانيا. هي من إسبانيا. هي إسبانية. هي إسبانية. وهي تسكن في مدينة مدريد. وهي تسكن في مدينة مدريد. سارة صحفية. سارة صحفية. سارة عمرها 30 سنة. سارة عمرها 30 سنة. سارة متزوجة. سارة متزوجة. هواية سارة العزف على الغيتار. هواية سارة العزف على الغيتار. وهي تحب سماع الموسيقى. وهي تحب سماع الموسيقى. And you, can you present yourself? Let's try. See you in the next course. Goodbye. إلى اللقاء.